ابتقي شر من مين؟ احسنت اليه. ده كلام صحيح. ليه؟ لان اللي بتحسن اليه بتدك كبرياء، يعني انك انت في يوم كانت ايدك عليا عليه، فاذا ما اخذ حظا من الحياه يبقى قاعد في وسط الناس نافش ريش، ولما تيجي انت تدخل فيحب ان لا يراك، يحب ويمكن يعمل لك مكائد.